مرة أخرى سقطت مدينة الحزم مركز محافظة الجوف في يد ميليشيا الحوثي بعد نحو شهر من المعارك العنيفة. ميليشيا الحوثي التي تسير منذ نحو عام وفقاً لاستراتيجية جديدة تضمن لها استعادة الجبهات واحدة تلو الأخرى، دفعت بكل ثقلها إلى الجوف بعد سيطرتها على نهم والخط الرابط بين محافظتي مأرب والجوف. ليست المرة الأولى التي تسقط فيها حزم الجوف، فقد سقطت قبل ذلك في عام 2015 واستعادها الجيش كما استعاد الغيل مرتين أيضا. أسئلة كثيرة يثيرها الوصول الدراماتيكي للحوثيين إلى الحزم، لماذا تركت الجوف تواجه وحيدة؟ وأين الشرعية وقيادة الجيش مما حدث ويحدث؟ واجهت مديرية الحزم والغيل وحيدتين ومعهما الكثير من الوعود من الحكومة والتحالف. على مدى الأشهر الماضية حشدت الميليشيا قواتها تحت مرأى طائرات التحالف، وعلى مدى شهر كامل من المعارك في نهم والجوف لم تنفذ الطائرات سوى بعض الضربات لإثبات الحضور ليس إلا كما يقول مراقبون. أما الحكومة الشرعية فهي تلتزم الصمت منذ فترة طويلة وكأن الأمر لم يعد يعنيها، فيما تتساقط مدنها وجبهاتها تباعا، وهدف إسقاط الانقلاب واستعادة الدولة ضاع في زحمة صراعات هامشية تزيدها كل يوم ضعفا وهشاشة. مراقبون يرون أن مجريات الأحداث في نهم وبعدها الجوف تشير إلى أن للتحالف استراتيجية غير معلنة، الهدف منها تصفية الجيش الوطني وإعادة تشكيل الوحدات المقاتلة تحت راية السلطة الشرعية على نحو يجعلها تابعة له حصريا. ويأتي في سياق ذلك تعيين صغير بن عزيز رئيسا لهيئة الأركان إلى جانب قيادته لما يسمى بالعمليات المشتركة التابعة مباشرة لمكتب الأمير فهد بن تركي قائد قوات التحالف المخول رسميا من الرئيس هادي بصلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة. سقوط الجوف فتح الحديث عن مأرب وأن سقوطها ليس إلا مسألة وقت في ظل عجز الشرعية وغيابها وخذلان التحالف، وفي ظل افتقار الجيش للأسلحة التي من شأنها قلب المعادلة وتحويلها من مربع الدفاع إلى الهجوم.